حيث أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت وبأشد العبارات العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، والذي تسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين الأبرياء العزل. وأكدت الوزارة على شجب دولة الكويت التام لاستمرار التصعيد الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، لتجدد الوزارة موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لمسؤولياته والتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ووقف دائرة العنف. كما جددت دولة الكويت مطالباتها بالوقف الفوري لإطلاق النار والهدنة الإنسانية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.